سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم عندي كيكه حبيت نشاركها معكم، بما انكم انتم عائلتي الكبيره ونهار اعلنت نتائج شهاده التعليم المتوسط. كي بارطاجيت الحمد لله والله يبارك كامل فرحتوا لي، سواء من 58 ولايه في الجزائر والدول العربيه المجاوره والاخرى، في نجاح وليدي اسلام في البيام. ربي يحفظكم بيسك شاركتوني الفرحه. حنشارك معكم كيكه نجاح اسلام في شهاده التعليم المتوسط، حنديرها معكم. الو، على بركه الله خدمت الجينواز الاسفنجيه. جيت حنوسي جينواز القطنيه، اسلام يحب هاد الجينواز الاسفنجيه. درت ذوق الفاني وذوق المشمش، فريمون جينواز المشمش قوة في البنة، قوة في البنة صدقوني. جينواز الإسفنجية دائما نوسيها معكم، رابط الوصفة تصيبوه في صندوق الوصف. درت شكل دائري. حنخدم معكم كيك ديزاين بزاف شباب، كيك ديزاين واسمه كيكة الأعلى إلى الأمام، كيكة الأعلى إلى الأمام، كيك توب فورورد. فوالا كيك توب فور وورد، تجي شغل دوك تشوفوا لا سوربريز، من بعد تبان لكم ان شاء الله. وحنعطيكم تقنيه جد سهله، تقنيه جد سهله. الو، حاجه الاولى البنات، نحي هذا الصحن هذا اللي دور. فوالا هذايا يقطع الكيكات ويقطع الجينواز. منشار بزاف سقساوني عليه البنات، شريتو 68000، يتباع عند جميع اللي يبيع مستلزمات الحلويات. فوالا هذا يساعدنا باش الكيكه تقطع لنا شابه وهايله. نبدا نقطع الجينواز ذوق المشماش. شوفوا البنات هدايا تكيلوه كيما تحبوا، شوفوا هنا او عالي شويه اذان العشاء. شوفوا البنات هذا المنشار تقطعوا به حتى لاير كيك، شوفوا من واحد حتى لتسعة تبداو تنقصوا، شوفوا فيه سنات، ديروا هذا المنشار فيه. فوالا ونقطعوا كما نحبوا هكذايا، شوفوا راهي في المنتصف، نحبطها شويه خصها شويه. فوالا ونحط نحطها فوق طاوله العمل، شوفوا ما نوسي والو، فوق طاوله نسنان دني باش تشوفوا مليح. نحط المنشار تاعي هكذا فوق طاوله العمل، شوفوا ما حنوسي والو، حنمشي كل منشار، ما نرفدوش من طاوله العمل هكذا. يعني حط يدي وراني، شوفوا اني نمشي في المنشار تاعي. ديجا انا قطعت جينواز ذوق الفاني، دوك نحلها معكم. بسم الله، شوفوا الجينواز تاعي كاش تقطعت، بسم الله ما شاء الله، شوفوا كاش تقطعت ذوق المشماش وذوق الفاني كذلك، شوفوا كاش تقطعت. فوالا شوفوا سبونج بوب اسفنجيه بزاف بنينه وتجي خفيفه ماشي كي ديالي. فوالا هذا هو المنشار، اكدوا لي عليه، خليه بجانب. فوالا شوفوا عندي اربع طبقات، حنوسي ذوق المشمش ذوق الفاني، شوفوا منا ذوق المشمش ذوق الفاني، عندي اربع طبقات. نمسح نقي طاوله العمل ديالي. فوالا كي العاده البنات، اني وجدت جينواز، عندي شربات كاس سكر، زوج كيسان ما بعد الغليان 10 دقائق نطفي عليها. انا ديما تكون واجده اللي تخدموا اصحاب المشاريع والكيكات، ديروا كميه كبيره وديرهم في الكونجيلاتور. شوفوا هذه القارورات ساعدكم، هذه القارورات يبيعوا فيها لامونت غرينادين ايتو. فوالا عندي كريمه الشانتيي، شوفوا بسم الله ما شاء الله، كريمه الشانتيي باش تخرج لكم هكا اعطوا لها الراحه. كاس غبره الشانتيي، كاس غير ربع حليب بارد من فريجيدار، نضربوهم واحد العشرين، ماشي تشوفوها طلعت برك تحبسوا، نو نقعدوا نضربوا واحد العشرين دقيقه تحصلوا على هاد النتيجه. شوفوا الريسيبيون الله يبارك كبير، شوفوا راهو معمر. درتها في لابوش البنات. عندي كميه من التفاح، قطعته دي ترونش رقاق. فوالا شوفوا البنات التفاح الاحمر. فوالا وعندي حبه بنان، عندي البنات الفوغاج تاع قطع الفواكه الاستوائيه، ديجا خدمت معكم الكيكه. وعندي الشوكولا تختيني دوبتها في الحمام مائي او ميكرون. نبداو على بركه الله،
نشمخوا. بون هاد الكيكه ما لازمش تشمخ بزاف، ومن بعد تفهموا علاش. فوالا نشمخها ليجيرمون. حندير كميه من الشربات في الكاس. فوالا قلت لكم ما تشربش مليح. فوالا ديجا هي قطنيه عفوا اسفنجيه تجي خفيفه. والديزاي اللي حنديرو باش يوقف لي لازم الكيكه ما تكونش مشمخه مليح. فوالا هكذا ابان بركات. فوالا انا شمختها. حندير كريمه الشانتيي. شوفوا لابوش مانيش نزغت فيها، هي كي دور راهي تمشي لي كريمه الشانتيي. من كريمة الشانتيي شوفوا القوام تاعها بسم الله ما شاء الله. ندنيها للجوانب هكذايا. شوفوا هنا حندير لها حبة بنان. البنان البنات الموز ما تقطعوش من قبل حتى كي تجو حتواسي، لانه البنان يكحل. فوالا نقطع لي ترونش تاع البنان هكذايا رقاق. فوالا اني درت لي ترونش تاع البنان هكذايا، نحاول نثبتهم. نستخدم لابوش اللي درت فيها الشوكولا تاختيني، ندير طوغ وندير الشوكولا يغلبتني. فوالا فوق البنان الشوكولا اللي سالت لي. كي تكونوا تخدموا الكيكات ديما تكون عندكم من شفا هكذايا، خلوها سبيسيالمون للحلويات. درت شينواز ذوق المشماش كما راكم تشوفوا. دوكا حندير جينواز ذوق الفاني، نديرها هكذا فوقها، نحاول نثبت نضغط مليح بنفس الطريقه. نشمخها البنات هكذايا. فوالا بنفس الطريقه البنات حندير كريمه الشانتيي. شوفوا حنخلي الوسط فوالا، حناكد عليه وندور تور لو تور حتى نكمل هكذا تور لو تور. ما درتش في الوسط باسكو حنواسي. شوفوا ندور هكذا الكريمه تاعي كريمة الشانتيي. ندير الفواج. شوفوا الفواج هذا بزاف بنين، الفواكه الاستوائية حندير كمية لا بأس بها باش كي نقطعو يبانو لكم هذوك الطبقات. فوالا تغلو تغلو البنات حندير لي طرونش تاع التفاح. تقدروا ديروا المكسرات كذلك. انا في عيد ميلاد اسلام درت له بالمكسرات، الوغ هذه الخطره قلت ندير له بالفواكه. شوفوا لي طرونش قطعتهم رقاق. فوالا لا قطعتهم خشان، ديروهم كهاد الشربات، ديروا شويه في الكاسرونه تسخن مليح، ارموا هاد لي طرونش باش يدبالوا لكم في يدبلوا لكم ويجيكم طريين لداخل. مي كي تقطعوهم رقاق دو بريفيرونس خلوهم هكذايا. فوالا كيكه بزاف بنينه. شوفوا البنات الشكل تاعها كانه الشكل النهائي، وهدية شغل فوراج فقط. درت جينواز مشماش، درت جينواز فاني، دوكا حنزيد نكمل جينواز مشماش. فوالا بنفس الطريقه نضغط باش يجينا نفس السطح. بنفس الطريقة البنات نشربها الشربات. أنا خطوة خطوة معكم. فوالا بنفس الطريقة هكذايا درت طبقة. فوالا هكذا البنات. هذه كذلك حندير لها من الفوراج، حندير لها كميه من الفوراج.
نمشيه كامل على سطح الكيكة. سباتيو البنات نمشيها هكذايا. شوفوا الفواكه راهي حب حب. فوالا هكذايا لها كمية من الشوكولا. فوالا البنات هكذايا حندير الطبقة الأخيرة. الطبقة الأخيرة البنات فوالا نشربها شوية. أنا مونطيت الكيكة تاعي حنغلفها بكريمة الشانتي. تبعوا البنات الخطوات باسكو هاد الكيكة راهي سواء في الديزاين سواء في الحشو راهي جديدة. نبدا نغلف البنات. شوفوا لابوش مانيش نزغدها، يدي التحتانية اللي راهي تزغد. الصحن راهو يدور. نكمل تغلو تغلو. لا اني وسيت السطح البنات. شوفوا هذه شريتها جديده بزاف براتيك تاع لاير كيك. تاع لاير كيك فيها تكنيك البنات، فيها تكنيك ان شاء الله نخدمها معكم. بزاف شابه دير 95000 شغل تخدمو دوزون. هادي تليسيو بها او ميم طون. هاد لاستوس هادي تخدم لاير كيك بالسطح بالجوانب او ميم طون. فوالا نبداو الليسيو البنات. دائما كي نكونو نخدمو الكيكات ونجو الليسيو تكون عندنا طرشونه هكذا مشمخه بالماء سخون، باسكو شاك فوا نحو الشونتيي نمسحو الكوبات تاعنا ولا السباتول تاعنا. لا طريقه جد سهله الليسيو البنات. شوفو كي تكون طويله تجينا سهله. شاك فوا نمسحو هكذا نمسحو بالماء دافي. نحاول نسوي السطح. راني نعمر تغلي توغ هكذايا بلا بوش حتى نطلع للفوق. شفتها تغلي توغ. شوفوا البنات بلا بوش نبدا نليسي بها هذه ومن بعد نكمل هذه. توجور من شافها هكذايا تكون قريبه لينا. فوالا نحط هكذايا وندور ونليسي. شوفوا البنات شوفوا كاش راني نليسي. نحي هذاك اللي يكون في هادية نمسحو من شفا تكون ما سخون. شوفوا البنات ومن بعد وين كاين ناقص نزيدو نعمرو. عمر هذوك الفراغات. شوفوا البنات فوالا وين يكونوا فراغات نعمرهم. اي فرغت لي لابوش نزيد نعمرها. البنات عمرت لابوش وليت ليكم. وين يكونوا فراغات نزيدو نعمروها. نزيد الليسي. شوفوا البنات حتى الكوبات هدية هنا في القاعده او ميم طون يدي ماهيش تزغد. هدية هادي لا يدور في لاسيات. لاسيات تاع لا يدور هادية. ما نعبوش بزاف ما نعبوش بزاف كيما وريت لكم تحلو بالحليول. نحطها ابان البنات. شوفوا نحطها ابان وهي اللي تخدم شغلها. فوالا البنات اني ليسيتها في الجوانب. شوفوا شوفوا الحواف ديالها. نمسحو لتحت دائما تكون عندكم هاد الشيء راكم لاحظتوا. كنت نوصل لكم سطحيا دوكا راني نغمق لكم باسكو رانا في مرحله الكيك ديزاين. دوكا نحاول نسقم الحواف تاع الفوق البنات. فوالا ابان نحي الزوائد لو على حواف حاده. كي نزقم السطح هذايا من الفوق ومن بعد هذيك نعاودو من التحت. اي فوالا هذه هي الكيكه تاعي البنات. نخليها اني شوفوا اني وقفتها غلفتها. قلت لكم وقفتها عفوا غلفتها وليسيتها. نخليها راهي شوفوا راهي 29 تاع الليل. نخليها ليله كامله في الثلاجه. راني نقول ليله كامله في الثلاجه. الكيكه اللي حنخدموها تاع
تاع كيكة الأعلى إلى الأمام، كيك توب فورورد. لازم تبات ليلة كاملة في الثلاجة، والثلاجة الفريجيدار يكون يعني بدرجة البرودة مرتفعة. غدوة إن شاء الله نكملوها. فوالا الكيكة تاعي راهي بردت ليلة كاملة. حندير معكم كيك ديزاين كيكة الأعلى إلى الأمام، كيك توب فور وورد. كيك توب فور وورد، دوك تشوفوا الطريقة. شوفوا البنات، حنحكم الوجه اللي حنواسي فيه. فوالا نحكم البنات بورت بياس، تبعوني هكذايا نحكم. نقطع، شوفوا الموس مقطع، لا نقطع امورسو بالتمام، سوا نحاول ما نديروش معوج. شوفوا البنات من تحت للفوق، فوالا عندني بورت بياس ونقلب. شوفوا الطبقات بسم الله ما شاء الله. شوفوا الكيكة تاعي، شوفوا الفواكه، شوفوا هاد الطبقة هادية نخلوها بجانب. شوفوا الكيكة تاعي كاش جات، فوالا نخليها بجانب. نروحوا تقنية كيك توب فور وورد. شوفوا هذه هي الكيكة ديالي، شوفوا الطبقات. واش نوصي البنات، نحاول هاد سباتول الكبيرة نمشيها من تحت. شوفوا البنات، نحاول ندخلها من تحت، فوالا هكذايا نحاول ندخلها بالعقل. شوفوا واني ندخل ونخرج، ما تخافوهاش. بسم الله، يلا معايا كيكة نجاح ابني اسلام بتقنية جديدة حبيت نشاركها معكم. نزيد ندخل هنايا باش نسرح القاعدة من تحت. فوالا شوفوا البنات، راهي الحمد لله راهي سالكة لحد الآن. باتول منا لهنا، شوفوا وين خرجت. شوفوا البنات هاد التقنية. بون الكيكة تاعي شوية راهي كبيرة، انتوما ماذا بكم المبتدئات ما ديروش كيكة كبيرة. نحكم بورت بياس ولا اي حاجة حنديروها فوق الكيكة البنات. شوفوا نلصقها هكذايا، نلصقها بسم الله ما شاء الله. نحطها، رفدي هذا، نحطها فوق الكرسي، عفوا قلت لكم الكرسي خالي فوق لاسيات لي دور. شوفوا البنات هذه هي الكيكه تاعي بكل احترافيه. شوفوها كاش راهي شاده روحها. فوالا نمسح الجوانب. هذه هي تقنيه الكيكه الاعلى الى الامام. وربما لأول مرة على اليوتيوب يعني قناة جزائرية تدير هذه الكيكة، كيكة الأعلى إلى الأمام، كيك توب فور وورد. فوالا شوفوا البنات هكذايا، علاش قلت لكم ما نشمخوش الجينواز مليح. دوكا البنات نحاول نغلقها من اللور. فوالا ندير الشونتيي ونحاول نلسيها ملح. أني معكم خطوة بخطوة، دعواتكم لي. صدقوني هاد الكيكة في الدورات يعني صعيبة شوية كي نقلبوها. فوالا هكذا البنات، الليسي بسباتول. نحاول نبدا الليسي. اي فوالا البنات، اني الليسيها حتى نتحصل على سطح المس. اني ليسيتها نوعا ما. شوفوا واش حندير البنات، حنحكم هاد الفرشات فوالا وندير دي تخي. شوفوا هكذا نمسحها ونزيد دي تري هكذا ونكمل هكذايا من تحت. شوفوا كاش جات الرسمه. نيه البنسول البنات بنفس الطريقه هنايا حندير تور لو تور.
انا البنات درت تقنيه البانسو. شوفوا كيفاش راني ندير فوالا حتى لتحت ونحي. شوفوا كاش جات مخططه جوست اون ايدي. شوفوا هنا درت هكذا والفوقه على الاقواس. فوالا هذه هي كيكه كيك توب فور ورد. نمسح طاوله العمل تاعي. كميه حندير كميه من غبره الملون غبره لون برتقالي ولا ما نديروش بزاف ونخلطو. انا حابه اللون الاورانج الفاتح، ما حبيتش نواسي جال ولا باتارون باش الشونتيي تقعد لي هي هي. شوفوا اللون اللي تحصلت عليه فوالا. دوك تشوفوا واش حندير به. نخليه بجانب. حندير لكم تقنيه البوشوار، تقنيه بلاكي جديده عليكم البنات. نمسح طاوله العمل. شوفوا الكيكه تاعي كيفاش راهي. هذا الوجه البنات، هذا الوجه حندير له البوشوار. شوفوا الطبقات تاعي تاع الكيكه كيفاش جات، عجبتني بزاف. هذه هي هذا. كاين عده، كاين بزاف الرسومات، كاين قلوب، كاين بزاف حاجات هكذايا البنات نثبتها سواء فوق عجينه السكر. انا جيت حنديرها لكم بعجينه السكر لكن وليدي ما يحبش عجينه السكر. درتها بكريمه الشونتيي شويه واعره لكن تجي نتيجه شابه. نحط البوشوار نلصقوا مع الكيكه. شوفوا البنات يلصق فاسيلمون، ما نطبعوش راهي هذيك الكيكه راهي فراجيل بزاف. فوالا لصقوا هكذا البنات، نحاول نثبتوا. شوفوا البوشوار ونجيب اللون اي لون تحبوه. سنندني باش تشوفوا مليح. بسم الله لصقوا هكذايا مليح باش تخرج لنا الرشمه. هذه هي تقنيه البوشوار فوق الكيك ديزاين. نرفد كميه من كريمه الشونتيي ونبدا ندير هكذا البنات. شوفوا هكذا بشويه بالعقل اي لون تحبوه. هالتقنيه جديده، اي لون تحبوه تبعوا معايا البنات، ما تخافوش لا خفتوا الحاجه اكيد ما تديروش ما ديروا والو. ندير كميه من الشونتيي، نعاود تقدروا ديروها كذلك فوق عجينه السكر. نحاول نمشيها ما نضغطش، ما نطبعش الكيكه تاعي للور. جيسبر راكم فهمتوني. هلا هكذا البنات تقدروا توسي بها البوشوار، تقدروا توسوا بها حتى لي بياس مونتي. بالعقل ان شاء الله تكون عجبتكم تقنيه البانسو، خاصه اللي ما يعرفوش يليسيو او تغبنهم كريمه الشونتي. فوالا اي فوالا انا كملت. نحاول نثبت كريمه الشونتيي هكذايا. شوفوا البنات انا ندخل هنايا باش تخرج لي الرشمه. هكذايا نتخلص من الكريمه الشونتيي. شوفوا البنات نحاول مع بعض نحي البوشوار، نحاول نجبدو للتحت. واو بسم الله ما شاء الله. شوفوا الرشمه تاعي كاش جات. شوفوا هذا الديزاين تقنيه جديده بزاف شابه. تحبوا تكملوا كي تكون عندكم اللاير كيك ديروا تور دو تور. شوفوا كاش جات الرشمه ديالي بنات. شوفوا قاد لي مرسو، انا حابه نزيدو. فوالا ما نرشدي هكذايا ابان ما تلقيش
شدي نحاول نثبتها. نزيد كو هاد المرسو ما تكايش عليها مانا، ندير كمية من كريمة الشانتي. نحاول نجبدها. اي فوالا، هذه هي الكيكة تاعي بالديزاين البوشوار. بنات تبعتوا معايا خطوة بخطوة. نمسح هنا بالعقل، فوالا، كيكة الأعلى إلى الأمام، كيك توب فور وورد. شوفوها البنات، شوفوا كيش تجي، ولكم الاختيار في في في, في الديزاين. فوالا البنات بالسياسة، شوفوا لداخل الطبقات كيفاش جاو. فوالا هذه تاني تتنقسم. أنا بما أنها كيكة نجاح ابني في البيام، فوالا عندي هدية فيليسيتاسيون بور طون بيام. حنحاول نديرها هنا في الوسط. بسم الله ندخلها بالعقل. فوالا شوفوا البنات، شوفوا كاش جات هكذايا. وعندي كلكو هكذايا دي فلور صغار. خيرت لون اورانج واللون الاصفر. فوالا حنحاول نثبتهم هنا في الكوتي. شوفوا البنات تقنية جديدة. فوالا بالورود باسكو هادو ما دي في هكذا حتى نلحق للفوق. ولكم الاختيار في الالوان، انا نوصلكم وانتم ابدعوا ابدعوا كما شئتم. فوالا شوفوا البنات كاش راهي كاش حنطلع الكيكة ديالي حتى لهداك الورود تاعي حتى لهنايا. بيان سور نزيد هاد ليتيج. فوالا حنحاول نكمل هكذايا. شوفوا البنات بيان سور لي فلور هكذا تور لو تور. هي كيكة الأعلى إلى الأمام، كيك توب فور وورد. فوالا حاولت توصلكم أسهل طريقة البنات باش تنجحوا فيها وديروها وتفرحوا بها. فوالا شوفوا لي كولور، إن شاء الله يكونوا عجبوكم لي كولور البنات. الورود درتهم على حسب الجينواز. بسم الله شوفوا لي كولور درتهم على حسب الجينواز. الجينواز تاعي شوفوا الاورانج، شوفوا هكذا باش تشوفوا. درت طبقات بالفاني وذوق المشماش بزاف بنينه. شوفوا الفوغاج اللي هنايا، ان شاء الله نقسمها معكم، ان شاء الله نقسمها معكم وتشوفوا القوام الداخل. فوالا هذه هي الكيكه، كيك توب فور وورلد. صراحه انا عجبتني ونفرح، صدقوني نفرح كي نوصلكم تقنيه جديده وتتعلموها وتعلموها. البنات اللي عجبتكم لا فيديو ديروا لايك وابوني للقناه. وبكم استمر.
نقول لك وليدي اسلام بالتوفيق، كل عام كل عام مزيد من النجاحات ان شاء الله. ان شاء الله تعجبك اسلام. فوالا درت لك تقنيه جديده في لانيفيرسير تاعك، درت تقنيه جديده وفرحوا بها المتتبعات. اليوم في البيام تاعك درت لك تقنيه جديده وعذرا وليدي شغل طولت عليك، الله غالب لظروف انت على بالك. فوالا البنات ادخلوا اليوتيوب، ديروا ابوني ولايك باش يوصلكم الجديد، ادخلوا التيك توك. سلام.